تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة الجغرافيا، سنقوم بحله معا. السند: تتكون البيئة التي نعيش فيها من عناصر عديدة ومختلفة من منطقة لأخرى، يعمل الإنسان فيها من أجل توفير احتياجاته ومواجهة الصعوبات الطبيعية، فيحدث فيها آثار سلبية تضر بالبيئة، وهذا ما استوجب التفكير في عدة حلول لمواجهة ذلك. نشرح السند: تتكون البيئة التي نعيش فيها من عناصر عديدة ومختلفة من منطقة لأخرى. إن البيئة التي نعيش فيها، سواء الذين يعيشون في المدينة أو في الريف، هذه البيئة تتكون من عدة عناصر. هذه العناصر مختلفة من منطقة إلى أخرى. العناصر الموجودة في الريف تختلف عن العناصر مثلا التي موجودة في المدينة. يعمل الإنسان فيها من أجل توفير احتياجاته ومواجهة الصعوبات الطبيعية. إذا الإنسان الذي يعيش في المدينة مثلا يستعمل عناصر تلك عناصر المدينة من أجل توفير احتياجاته لكي يعيش، وكذلك إذا وجد مشاكل فيستعمل عناصر البيئة التي يعيش فيها. نفس الشيء بالنسبة للذي يعيش في الريف، فيحدث فيها آثار سلبية تضر بالبيئة. بهذا التصرف يضر بالبيئة، أي يترك آثار سلبية، وهذا ما استوجب التفكير في عدة حلول لمواجهة ذلك. وهذا ما يجب علينا أن نفكر كي نجد حلول لهذه الآثار السلبية التي تسبب فيها الإنسان. التمرين الأول: اكتب كل عبارة في مكانها من الجدول. لدينا الجدول في الريف في المدينة، الأشياء التي تتعلق بالمدينة نكتبها في المدينة، والمتعلقة في الريف نكتبها في الريف. الطرقات مزدحمة، السكان يمارسون النشاطات الفلاحية، المساكن متباعدة، تربية الحيوانات، تكثر الشركات والمصانع، تكثر البساتين والحقول. إذا الطرقات مزدحمة، معناها الطرقات مكتظة، فيها كثير من السيارات، الشاحنات إلى آخره، موجودة أحسنتم في المدينة. إذا الطرقات مزدحمة في المدينة. الطرقات مزدحمة في المدينة. نواصل: السكان يمارسون النشاطات الفلاحية. السكان يمارسون الفلاحة، أحسنتم في الريف. السكان يمارسون النشاطات الفلاحية في الريف. ثانيا: المساكن متباعدة، معناه بين السكن والسكن الثاني مسافة بعيدة، إذن يدل على عدد قليل من السكنات، وهذا موجود جيد في الريف. المساكن متباعدة في الريف، المساكن متقاربة في المدينة، المساكن متباعدة في الريف. تربية الحيوانات، تربية نربي الحيوانات، أحسنتم في الريف. تربية الحيوانات تكون في الريف. نواصل: تكثر الشركات والمصانع، إذا نجد الشركات والمصانع جيد في المدينة. تكثر الشركات والمصانع. نواصل: تكثر البساتين والحقول، إذا البستان موجود في، أحسنتم في المدينة، الحقول في الريف ولكن البساتين في المدينة، عفوا النشاطات الفلاحية في الريف بينما البساتين والحقول موجودة في المدينة. تكثر إذا نراجع، في الريف السكان يمارسون النشاطات الفلاحية، مساكنهم متباعدة، ونشاط من بين نشاطاتهم تربية الحيوانات، بينما في المدينة طرقات مزدحمة مكتظة، كذلك كثرة الشركات والمصانع، وتكثر البساتين والحقول. ننتقل إلى التمرين الثاني: صنف مشاكل البيئة حسب الجدول.
لدينا مشاكل البيئة التي تتسبب فيها الإنسان. هذه المشاكل مشاكل البيئة في الريف والمشاكل البيئة في المدينة، دخان المصانع والسيارات، قطع الأشجار وحرق الغابات، التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، الرمي العشوائي للنفايات المنزلية. إذن دخان المصانع والسيارات، قلنا المصانع والسيارات موجودين بكثرة في المدينة، إذن دخان المصانع أحسنتم مشاكل البيئة في المدينة. دخان المصانع والسيارات، نواصل. قطع الأشجار وحرق الغابات، الغابات موجودة في الريف، قطع الأشجار وحرق الغابات هي مشاكل موجودة أحسنتم في الريف. قطع نواصل. التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، إذن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية معناها ننزع الأراضي الزراعية ونضع مكانها نبني بنايات سكنية، نبني مباني بنايات سكنية بدل الأراضي الزراعية. الأراضي الزراعية موجودة أحسنتم في الريف، إذن هذه المشاكل الريف. التوسع، لو كان التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية مشكلة موجودة في الريف. عمراني على حساب نواصل. الرمي العشوائي للنفايات المنزلية، إن النفايات الكثيرة موجودة في المدينة، لأن السكان كثير في المدينة ويرمي النفايات لا يحترمون أوقات رمي النفايات، يرمونها في أي وقت وفي أي مكان. هذه المشاكل موجودة بكثرة في أحسنتم في المدينة، إذا الرمي العشوائي للنفايات مشاكل بيئة في المدينة. الرمي العشوائي نراجع. إذن قطع الأشجار وحرق الغابات، الغابات موجودة في الريف، إذن هذه مشاكل متعلقة بالريف. التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، الأراضي الزراعية موجودة في الريف، القضاء عليها وتعويضها بالسكنات. بينما مشاكل في البيئة، لدينا دخان المصانع التي موجودة في البيئة، وكذلك السكان يرمون النفايات أو الأوساخ من النفايات المنزلية في أي وقت ولا يحترمون أوقات رمي النفايات. إذن هذه مشاكل البيئة في المدينة. وهكذا انتهينا من حل اختبار الجغرافيا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، ولا اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.